السلام عليكم، تحياتي لكم اينما كنتم. هذا الفيديو هذا شابك ديال بالصحه الاخوان، تابعوا من الاول حتى الاخير وغنعطيكم المعطيات ديال اي حاجه الاخوان، فيه جدعاء فيه جدعات فيه عودات. مهم نبداو معكم بالمعطيات ديال الجدع الاول. عنده 3 سنوات الاخوان، كيتواجد في المحمديه. بالنسبه للوريقات ما عندوش، الثمن ديالو 1,040,000 ريال. جدع ها انتم كتشوفوا الفيديو اللي توصلنا به هو والتصويرات اللي معاه مرفوقين معاه. جدع مهم كلشي قدامكم، ما عندي ما نقول لكم انا. والحاجه فاش كتمشيو نتوما كتشوفوا كتبدل الشوفه وكتعرفوا شنو كاين. وندوزو معكم الحاجه اخرى الاخوان. هذا جدع عنده عام، المرقد ديالو تمارة، لوريقات هاوما قدامكم الاخوان، 8,000,000 أونص. المرقد تمارة، جدع انتوما كتشوفوه، ولوريقات هاوما قدامكم الاخوان. وندوزو معكم لحاجه اخرى في هذا الفيديو هذا، تابعوا معنا للاخير. هذه عوده ضاره، عندها 10 سنين، ضاره من العود ديال عبد بجليل البوعبادي. مهم ضاره بالتلفازه بلوريقات ديالها بيديغري، المرقد ديالها الفقيه بن صالح، تعطات فيها 2 مليون، طالبين 3 مليون الاخوان. العوده انتم كتشوفوها تبارك الله، اللهم بارك. مهم خليوكم معنا وغتشوفوا عاوتاني الجديد. مهم هذا الفيديو هذا كما قلت لكم في الاول راه فيديو مغيز، واي حاجه كاينه كنبارطاجيوها معكم. ندوزوا لحاجه اخرى. وهذه جدعه عندها 3 سنين الاخوان، بالنسبه لشحال تعطات فيها 6 مليون بلوريقات ديالها بيديغري ودار، طالبين فيها 10 مليون اللي طالبين فيها الاخوان. المرقد الفقيه بن صالح، جدعه ها انتم كتشوفوها 1.75 متر علو. اي حاجه توصلنا بها كنحاولوا نقولها لكم في هذا الفيديو. ندوزوا الحاجة. هذا جدع بارب ولد امالوك، الثمن ديالو 3 مليون. مهم الوقفة ديالو قدامكم، البارب راه معروف الاخوان وكل شيء قدام عينيكم. مهم المرقد ديالو الفقيه بن صالح. وندوزو معاكم الحاجة اخرى في هذا الفيديو. هذه جدعة بلوريقات ديالها العلو عالية تبارك الله، هي قدامكم معطية فيها 2 مليون أونص، مقطوعة ب3 مليون أونص الاخوان. مهم غندوزو معاكم لواحد الفيديو غادي تشوفوه وتفهموا، بقاو معنا. مهم هذا الفيديو الاخوان كيبان لكم العود هنا، وكتبان لكم واحد العودات ليه راه كيتمشاو. ايه مشات ليه العودة من قنيطرة، داوها ليه الرمالة، دوك الناس اللي كيديو الرملة سرقوها كيبغيو شي عودة مجهدة. المهم راه مشات ليه العودة ديالو اللي بان ليه الاخوان، يخليها في كومونتير ولا هادي في المنطقة ديال المناصرة. مهم مشات ليه تما، كانوا داوها وتكرفصو عليها، كيعاود داوها ليه وداوها للفوريان، من تماك عاود سرقوها ليه. المهم الاخوان هذا العود، ولكن العود راه هي من اللي كتمشى مع دوك العود، جري غتكون الصورة ديالها لتحت. وهذا هو اللي كاين في هذا الفيديو هذا الاخوان، وتحياتي لكم جميع المتتبعين وشكرا لكم. المهم كانت عودة حارة مزيان، الصورة راه غتشوفوها وراه خليتها لكم في الاول. يلا دوزوا بخير الى فيديو قادم ان شاء الله. اللي عنده شي معلومات ولا هذه الاتصال الله يخلي الرقم، واللي بغى يبيع شي حاجة الاخوان 0638-38-34. دوزوا بخير الى فيديو قادم، شكرا لكم بزاف. هز رجلك، هز
هز هز هز رجلك.